أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. مشاهدينا، أكثر المشاريع نجاحا وإقبالا من الناس هي المطاعم، طبعا هكذا يراها المستثمرين، وطبعا هذا بيعود للتحول الكبير في ثقافة المجتمع إلى الأكل من الخارج. يعني الآن أكثر أو أغلب أفراد المجتمع بيفضلوا أنهم ياخذوا وجباتهم من برا، أي كان نوع هذه الوجبات. الموضوع هذا جميل ربما ويختصر وقت لآخره، لكن له ضريبة صحية كبيرة هنتعرف عليها من خلال ضيفتي الكريمة في الاستوديو. احنا معنا الأستاذة وأخصائية التغذية رند بدوي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أسماء، سعيدين بتواجدك. وفعلا احنا كلنا صرنا نحب نروح المطاعم، وأين كان نوع هذا المطاعم، جانك فود أو غير جانك فود، أين كان نوعه بنحب نروح المطعم. لكن خلينا نبدأ من الأول تماما، إيش العادات الغذائية السيئة اللي تمارس عندنا هنا؟ أول شيء العادة الغذائية السيئة اللي تتمارس عنا أنه إحنا الأكل اللي ناكله توقيت الأكل دائما في خربطة. نجي العزومة في آخر الليل الساعة 2-3 يكون عنا وقت العشاء، العشاء إيش؟ كبسة وغيرها. نجي على الإفطار يكون الساعة 12، هذه عادة سيئة غذائية سيئة، أنه توقيت الأكل منه مضبوط. ثاني شيء نوعية الأكل اللي ناكلها هي كمان عادة غذائية سيئة، أغلبها تعتمد على الكارب وما بيكون فيها نسبة ألياف عالية. هذه عادة غذائية سيئة. الأكل باستمرار وكم، يعني إحنا لما ناكل أغلبنا ياكل لأنه طفشان، عادة غذائية سيئة. ليش؟ كلهم بيقولوا إنه ما ورانا شيء، ما في شيء نسويه، خلي يجيبوا أكل. يمكن أنت تقصدي إنه الآن الناس مثلا اللي ما بيشتغلوا وإلى آخره طفشانة جالسة في البيت، حتى في مثلا الشغل ساعة واحدة بالليل تطبخ لها أكلة. اللي يجلس في شغل مكتبي 24 ساعة أو شخص عنده شغل مكتبي تلاقي الشيبس البسكويت سناكس وأشياء زي كل شيء جنبه وجالس بيتكلم، هذه عادة غذائية سيئة. أو بيشتغل، هذه عادة غذائية سيئة، إنه هو يختار سناكات غير صحية وبيدمر صحته. السناكس ممكن يتغير لأشياء ثانية، ممكن أكيد. يكون فواكه خضار، هو مش سناك بالنهاية، هو أشياء مثلا تصبيرات لغاية ما يجي وقت وجبات خفيفة، تصبيرات، سناكات، كلها تندرج إذا كانت صحية شيء جيد للجسم للشخص. أما إذا كانت اختياراتنا غير صحية فهذا الشيء يبدو علينا في الضرر، جسمنا حيكون متعود على كل شوية ما في ألياف، ما في كارب صحي، ما في بروتين صحي، كله عبارة عن دهون وسكريات، وهذا شيء خاطئ. ليش أصبحنا نحب، حندخل في نص الموضوع والصلب الموضوع، ليش أصبحنا نحب نروح للمطاعم أكثر من جلستنا في البيت وأكلنا أكل البيتي؟ التوقيت، الشغل والتوقيت اللي إحنا بنجي، كان شخص بيشتغل أو طالب مدرسة أو طالب جامعة، توقيته هو اللي يحكمه، يا يروح المطعم ويأكل يا يجلس في البيت ويطبخ. لما يكون عنده توقيت ضيق يقول لا اختار مطعم، اطلع مطعم اتغدى وارجع اكمل شغلي اكمل دراستي. فتوقيتنا هو اللي عامل علينا مشكله كبيره. احنا ما عندنا تنظيم وقت، هذه مشكله كمان اساسيه، ما ننظم وقتنا. فلما ننظم الوقت يكون عندنا مشاكل ثانيه، انه الاكل اللي بنجيبه من برا، فهذا سبب اساسي انه احنا ما عندنا وقت. انشغالنا في الحياه يسبب لنا انه احنا نروح مطاعم، نطلب من المطاعم تيجي الدليفري اللي عندنا، هذا كمان انه سبب من اسباب اللي ما انت متفقه معي انه اصبح بالنسبه لنا شغل المطاعم مغري اكثر؟ الطعم. هاي الطعم صحيح، كل احنا من والله انا بالنسبه لي الطعم يعني عندي الاكل البيتي يعني اضمن، لكن فعلا الطعم. حكايه المطاعم دي اصبحت مود، يعني الواحد صحيح. يحب بيغري فكره انه يروح مطعم ايطالي، ياباني، صيني، وات ايفر كان، يعني خصوصا اذا كان عندك انه طبق مفضل كل شوي تروح تطلبيه، هذا كمان الذاكره عندك خلص متعوده الذاكره طبعاً. فهذا الشيء كمان اساسي، يعني لما الشخص يتعود على نوع معين من الاكل يصير طلبه للمطعم اكثر، انه يروح لهذا المطعم ويطلب نفس الصحن كل مره. طيب احنا الان لما نتكلم عن اكل المطاعم، اوكي الوقت ما بيساعدنا مضطرين نروح ناكل في المطعم. طب اوكي يمكن المطعم زي ما قلتي الوقت، كمان الجمعه مع صحيح. الصديقات والاصدقاء والزملاء والى اخره. طب الطبق ده اللي بناكله في المطعم هل هو معد بطريقه صحيه ولا في له اضافات ولا ايه بالضبط؟ اغلب الطرق الصحيه لا تتبع في المطاعم، اكيد ما حيقدموا لك ستيك مشوي في طريقه صحيه، لا الا دهون وزيوت والاساس، والزيوت المستخدمه في المطاعم
مكرره مره وثنتين، يعني يستخدموها مره وثنتين، بيستخدموها كثير كثير. القلي ايش بيسوي هذه الجزئيه، حكايه انه انا اكل من زيت. مثلا زيت استخدم تم استخدامه اكثر من مره، الزيت نفسه هيسوي لنا مشاكل والعياذ بالله من السرطان، اوكي؟ تكوين خلايا سرطانيه في الجسم، مشاكل في المعده، وخصوصي الحين منتشره الهيليكوباكترز، يعني جرثومه المعده بسبب انه الاكل اللي بناكله من المطاعم غير صحي، هذه الجرثومه لها مشاكل كثيره. طب والتوابل اللي بيحطوها والاشياء اللي هي بعض المواد المضافه، تحسينات محسنات. محسنات الطعام هذه جذابة أكثر، أنك أنت مرة وثنتين وثلاث تروحي على نفس المطعم تطلبي نفس الطعام، خصوصي اللي هو المنتشر كثير، يعني أحادي جلوتامات الصوديوم هو المادة المحسنة للطعام، وتعطي هذا المذاق اللذيذ للأكل اللي أنت ترغبي كل مرة تذوقي نفس الشيء. تمام. طيب لما المعدة هي الأساسي البيسك أكل البيت، لكن لما المعدة كل شوي تتعود على أكل البيت، طريقة الطهي، التركيبات حقت البيت مختلفة كومبليتلي عن المطاعم، صحيح. لما كمية الدهون في الأكل بالبيت بتكون أقل من الدهون. برا، صحيح. كمية الدهون، كمية الملح، كمية البهار، كمية أشياء كثيرة، صحيح. لما تكون مختلفة عن المطاعم، يعني لا تسي أنا باكل في البيت لس ملح أو أقل وأقل بهار وأقل مش عارف إيه بطريقة هيلثي معينة، ويختلف تماما، تتشقلب الدنيا كلها لما أكل في المطعم. إيش اللي بيصير في 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 معدتي في جسمي؟ المعدة أول شيء حتدخل في حالة صدمة، تقول إيش هذا؟ كل مرة حتدخلها طبق، لا أرجوكم ارحموني. المعدة دائما تطلب النجدة، لازم نحط لها اتصالات في الطوارئ. من جد؟ لا من جد، المعدة دائما هي بيت الداء والدواء. لما ندخلها أكل كل مرة نوع جديد، المعدة بتتعب، فالتعب هذا بيجي تلبك، ارتفاع حرارة مرافق له، بعض الأحيان الغثيان، قياء، أعزك الله إسهال، فبتلاقي الشخص الأساس المادة هي مش قادرة، إنه خلاص كفاية حاج مطاعم، أو كفاية أنواع فيها دهون، الدهون تتعب المادة، تصير عنده إنه زي ما قلت لك الهيليكوباكتر تتفعل، يعني هي موجودة في المادة بس تصير فعالة أكثر، تصير نشاطة أكثر. هذه الجرثومة. الجرثومة. المعدة نفسها لا سمح الله، الأشخاص بياكلوا البهارات تصير عندهم قرحة، لأنه المعدة جدارها مرة يعني هو سميك، بس كثرة البهارات حساس. لا سميك بس كثرة البهارات خليه حساس، وبعض الأحيان تصير فيه قرحة معدية، كمان مسببة لمشاكل مستقبلية للقرحة المعدية، إذا ما تعالجت بطريقة سليمة وتحت إشراف أطباء سليمة حتسبب مشاكل في سرطانات المعدة. ما تنسى يعني إحنا في عصر نحب الأكل بشكل أنه يلفت انتباهنا البهارات، فكمية البهارات الداخلة من المطاعم غير البيت، الأم بتكون حريصة دائما أنه تكون كمية البهارات أقل، لربما طفل من أطفالها ما بحب كمية البهارات، لربما الزوج كمية البهارات اللي ما يحبها، فبتكون حريصة عليها، برا ما بيهمهم، لا عادي أحط لك ويحط لك البهارات قدامك، وكل إحنا بنضيف على الأكل اللي بنطلبه بهارات وملح، وهذا الشيء ضار للمعدة، المعدة إحنا مرهقينها وهي مسكينة ما قادرة تسوي شيء، جالسة في مكانها، لو فيها كانت هربت. أنت عارفة في عامل مهم جدا في أكل الخارج، إنه جزئية النظافة كمان، يمكن النظافة بتأثر بتربي بكتيريات جوا الجسم، ما أدري إيش نوعيتها أو فين بتكون. في عندنا السلمونيلا، في عندنا الإشيش لوكولاي، معظم البكتيريا اللي بتكون من أثناء التصنيع، المصنعين هل هم عندهم نظافة شخصية؟ الأدوات اللي استخدموها نظيفة؟ هذه الأشياء كمان تؤثر على على المعدة بشكل إنه يا تعطيها لا سمح الله أمراض زي ما قلت لك، ترافقها ارتفاع حرارة، إسهال، إقياء وغثيان وغيره، أو إنه يعني المعدة فجأة يعني جينا ايش اكثر اضطراب الانواع اللي حضرتك تقول للناس الان في نصيحتك الاخيره انه تقولي لهم لا ابتعدوا عن هذا الاكل قد ما تقدروا، اوكي يمكن بتاكلوا برا والى اخره، لكن كلوا بس مش يعني اكيد ما بتنصح انه الناس تاكل برا، بس بلاش الصنف ده تحديدا. المقليات، اي شيء مقلي تجنبوه، أيوة. ياخذوا مشوي، السلطات ما يحطوا الصوص معها خارجه، حتى احنا نتحكم في كميه الصوص، الملح يفضل انه دائما يقولوا لهم حطوا لنا الملح، الاكل بدون ملح او البهارات قللوها، يعني احنا من اول شيء المقلي بعدين الاشياء الاضافيه، عرفتي كيف؟ المقلي هو الاشياء المتعبه للمعده ومسببه لها كثير تلبكات،
زي ما قلت لك عسر هضم، التهاب معوي حاد، زي كذا. المقلي يعني كل انواع المقالي مثلا، لانه انا في ناس بيقول لك ممكن نبعد الدجاج المقلي، الستيك بيكون لما بيكون بعض الاحيان مضاف له زيوت، الخضار المقلي، هذا الاشياء لازم دائما نبتعد عنها، فضل انه ناخذها بطريقه مشويه او مسلوقه. يعني لو نبغى نعطي الناس جرين لايت يروحوا للمطاعم، يعني مو مسموح بقد ايه يعني اسبوعيا؟ مرة أو نص مرة. نص مرة؟ نص مرة. هذه كيف نص مرة بالله أفهمها؟ مرة. لا بس لو قللوا الوقت أو كل مرة قللوا طلعاتهم، خلوا الأكل في البيت يعني يكون أفضل، بس زي ما قلت لك مرة مسموح، يعني كرم أخلاق منا بنعطيهم مرة. يا سلام على الكرم. نعطيهم مرة. طيب أنا شاكرة ليكي، وبرضو أنا بنصح الناس يغيروا اللايف ستايل حقهم وخليهم بأكل البيت بالنهاية. صحيح. أكل البيت أوكي، أنا يمكن أنا كمان بروح المطاعم. صحيح. بسبب وقتي، لكن بالنهاية فعلا لو يعني بينظف أكل البيت بالنهاية بينظف المعدة والجسم. شكرا لك أستاذة ويعطيك ألف عافية. عفو يا شكرا لك. إذا مشاهدي الكرام بهذه الفقرة الصحية نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أكيد على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله بيوم جديد وفقرات جديدة ومنوعة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي، وإلى اللقاء.